لكن هسي انا قاعد ارفع ناس الدعم السريع لي، وده سؤال برضو منطقي وموضوع. يعني انا ما امية هنا قاعد في المنصة، انا ما اتصل اسالك نفس سؤال الطائر دقيقة انا داير اخذ نص ساعة، انا حر، انا اخشاكم جد تسمعوا من تهد جد ولا زول. تم كويس. شوفوا اول حاجة البرهان ده خاين ولا دين له، وعد موسى هلال، موسى هلال لما انفعل ورام للناس الدعم السريع قال لهم شنو؟ قال لهم يا اخي يا جماعه نحن والله يا اخي نقول دارنا فجكم وانا اردمكم وانتم اسمعوا الكلام مالو نخمش من الزول ده. قسما بالله موسى هلال فات بالسودان واداه 50 مليون دولار وديني والله. في دكتور والله ياسي اكشحله هلا تركبوني لكن احترامي له، وكلام مسجل يا هدى بيننا وبينه في التلفون. ودكتور والله يقتل حبوب تقتل امه، انا ديني دين عجر اسرائيلي والله. هسي بكشح هلا تركبوني بتاع الضباط اللي كانوا قاعدين في الجروب، ان شاء الله يكتلوا جدر البرهان. انا والله متحفز من الموضوع ده، ولا بعرف دعم سريع هنا ولا بعرف جيش. ليه يدي ناس الفاشر ينزل لهم بالهناك؟ وليه يدي موسى هلال 50 مليون دولار يجي يسوي مليونيه هنا يا اخي ولا اسمه زفت الطين ناس ابراح في غونو يعملوا مبادره عشان ياكلوا ناس الجزيره ويبيعوا الجزيره ثلاث مرات؟ انا ناس الجزيره وريتهم قلت لهم يا ناس الجزيره هوي زي اللي حصل في الخرطوم ما يحصل لكم، لموا ذهبكم وقروشكم. الليله طيب البرهان لو ما خاين وخسيس اول حاجه تقديرات عسكريه، انا زول عسكري. ليه انت خلاص الزول ده زرعته في النصف في الدعم السريع صح؟ والله انا لا بعرف دعم سريع ولا بعرف جيش ولا اصلي. لما جبت لي الموضوع بتاع الجنينه ما ركبتهم كده قلبوها ده تمام؟ لكن قلنا خلاص يا جماعه ما احنا عايشين ننطق الموضوع ده. في النهايه الرواندين ما ماتوا، في النهايه صلوا وصلوا الماده ربنا يرحمه ويغفر له حتى لو مظلوم يلقى حقه. لكن تعال في موضوع بتاع ناس الجزيره، ناس الجزيره كبشروا الكلام ده كويس، كبشروا الكلام ده يا ناس الجزيره، كبر الشاشه هنا. انت كان المفروض كان تتم عنايتك، انت ما خلاص فتحت لي الجروح بعدها. شوف ناس الجزيره اسمعوا الكلام ده كويس، الفرقه بتاعت الجنينه ومات فيه دكتور انا اسمه اللواء ياسر الله يرحمه ويغفر له ويجعله من اصحاب اليمين. انا والله بكن له الاحترام والتقدير، حفر قبره بيده. ونرجع ل ده انا بقدس عديل الولد ده، دول ثوري جدا الله يدينا اسمه محمد المهم اكتب لي تمام؟ محمد صديق. وعشان كده قاعد اقول له يجي ود مجنى زي محمد صديق ما ضربه طلقه. الجماعه دي جو خشين بكبري بتاع الحنتوب. الضباط بتاع الجيش لما كان يدوا للعساكر ونحن وقتاك شغالين يدون قروش ويقول لهم امشي جيبوا الويسكي والانشه والداغوستا والشري والكونياك من اثيوبيا، العربات لما تشحن لما نجوا اكعب تفتيش هو كبري بتاع الحنتوب ده. والله يا العسكري لما يطلع له الورقه كده لما يقول في كاكي ما يقدر يفرفر. الجماعه دي جو خشوا بقى سلموا الفرقه، قائد الفرقه قال انا اوه انا قال والله التعليمات دي جاتني من فوق. واحد اثنين قريه النوره باعوها، ثلاثه كيك ده مزروع من النص. انت خلاص الكيك ده سلم صح؟ سلم طوالي تشيله توديه بالسودان بعيد. قام جاب المقدم ولا الاقيد من اولاد الجزيره عشان يجيبه، وعارف الناس دي يعني الزول ده ايوه بيتذكروا بعد ده قتلوا لنا فلان، ويوم ذاك الطياره قتلت فلان، ويوم ذاك الطياره قتلت فلان. سلموا الناس ده السلاح وجا صوروه في تنبول. الجماعه ده لما جه حوطهم كده طوالي انسحبوا. اول حاجه زول زي ده انت جا سلم لك تقديرات عسكريه، انت من المفترض ما تصوروا هناك في منطقته مع الاكري ده. ده واحد. اثنين تحمل مواطنين، لو ما عندك قوه كافيه انك تحمل مواطنين ما تجيبه هناك في المحل ده. دي خيانه ودي خباثه والله العظيم بالنسبه لبيع احلى الجزيره. هسه ناس الجزيره شايل بندقيته، هو سلم وشايل بندقيته في كتفه ما شاء الله منه. ما هو قال مزروع وبعدين ماخذ لواء، يعني انا حاسس اذا اخذ فريق طيب بتمشي بيعغر قاعد يتكلم عنه دي. انت كجنجويدي يا خلفاتنا انت المنتهك، يعني فهمت كلامي؟ انت ما المفروض يعني تدخل يا جماعه. دقيقه شوف داير اقول لكم حاجه، ما انا ده قناعتي وموقفي. انا بعرف القوات المسلحه انه هي لو ما قادره من المفترض تقول انا ما قادره، ليه ذات الشعب السوداني فارق من القوات المسلحه؟ ما علينا الكلام اللي قاعدين تقوله، بس انا داير اقول الطرفين كلهم يقولوا كلامه لكن انا ما قاعد اهميه، وانا فاهم اي حاجه وفاهم السبب اللي بنشوف فيه. المهم حسي حصل صح؟ خلاص النادي مستلمين قريب 6 ولايات
كيف نمسهم وكيف نبيدهم وكيف نجيب لهم محل نلقى 100 دعامي نفك لهم الدان هناك يقتل 400 مواطن و100 دعامي؟ حسي الموضوع بتاع الجنينه ده اي طعام نمشي نطبخه كده خلاص ده مشكله انتهت. الموضوع بتاع الجنينه وموضوع بتاع السودان كله وموضوع بتاع الخطوط معايا نشوف حل المساله دي. أن احنا كلمنا اهلنا تاني يا اهلنا هو ما تجوا اي دول من بني جلدتي انا داير يمشي ها على كيفه. أن احنا والله انا قدامك ده 100 اهل الفضل دي متنا 15 ناس. انت عارف ناس هناي ناس هناي ماتوا كم؟ 8000 ناس اسمه ناس الفاشل وحسي جرو من الفاشل ما يوروكم عديل. انت بتتكلموا كيف حسي؟ لانه التدوين تم اتجاه الفاشل بقت خرابه حسي. ما تسمع فطافيل بتاعت الضب الصيني والضب الياباني ده ولا ما ادري ايش اسمه. طيب مثلا الموضوع ده انا وانت شاكلنا فيه كم شهر انا وانت بس في الموضوع ده. طيب يا جماعه عشان ندي ود الشريف يكمل ونجي للجنيدي عشان انا ما تفتحوا لي روح يا جماعه. حسي يا جماعه انا طرحت لكم الحلول انتوا رفضتوا قلتوا لا للجنرال ده يقعدوا نحن نمسح الجنجويد ده بغنمهم بجدادهم خلاص. انا طيب انا خلوني يا جماعه زي نصر الدين ده ما اجي بفتح لكم المنصه بقولوا كلامكم. لكن لما انت تفتح لي الجروح ده انا بركبهم لك مواسي والله بعد كل ادب. طيب يا كسلا كلامك ده كله صحيح وما في زول بيغلطك فوق. وأنا سألتك سؤال مباشر الكتل منه الفك الرصاصة في صدر الإنسان الأعزل ده وهو أسير منه سؤال لك كان بسيط جدا جدا. الحقائق اللي انت ذكرتها دي نعم هي حاصلة نجرمون الاثنين والجيش ما ساعد نعم حاصل يا خلفات ما مالك لكن خلي يكمل عشان نمشي للجنيه دي. دارت أقول شنو انت ها دارت أقول شنو؟ لا ما تتكلم عن خلفات أحمد كسلا كان بيتكلم عن إنه الجيش باع الجزيرة وضحى بيه انت قلت له ايوه حاصل. انا حبيت اكد النقطه دي بس هي ليك تفضل يا الله ما فهمتك. انا سؤالي كان مباشر عشان دايرك ده الشريف بس انا يا اخي النقطه دي مستفزه. بعد جزيره لمين؟ بعد جزيره كيف؟ لا ما تبيع خلاص يا خلفات ما اسكت يا اخي دقيقة يوسف انساهم ما عليك دقيق فرصتك. طيب انا سألتك سؤال مباشر ده عشان داير الإجابة المباشرة بأنهم قتلهم لأنه الطاهر قال لك فيها ملابسات كيف وانت بيدينك ماسك ومدخر الغرفة ومعاك أسلحتك ومعاك الغائد بتاع المنطقة بتاعك ومعاك الزول المسؤول منك ومن العساكر ورافع في التاتشر مكتوب فيه وقاف دالسين كيف ملابسات؟ يعني الحق ده بتقولوه ميتين لما تدخل الشبر الله يكون في عونكم وغاية لو دي عقليتكم. خلفات ما بيسأل من 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 الموضوع بتاع كيكل وبيغار نوبيتية. اولا انت كجنجويدي ما بيطالبنا باسئله زي ده عشان احنا نرد لك عليها. وانا شخصيا رديت في المنصه دي اكثر من مره عن موضوع كيكل وتية وانه ما في وجه مقارنه بيناتهم. لكن تاني برد لك عشان خاطر ال 5007 فوق الموجودين ديل و و و, و وكيكل مجرم في المقام الاول دي قناعتنا التامه. نعم 5800 اي زادوا هسي مجرم. نعم احنا مقتنعين بالكلام ده. الفرق بيناتهم شنو؟ ببساطه القائد العام للقوات المسلحه نزل شنو؟ نزل بيان ونزل عفو عام لمنو؟ لكل القاده ولكل الجنود ولكل الافراد في الدعم السريع. سلم تسلم ده واحد من الناس اللي سلموا وقال حقي برقبتي وانا داير استفيد من العفو العام ده. قال لك منو انه العفو العام ده ما يعني شامل حق المواطن او العفو الخاص؟ ما في كلام زي ده براء وده حق الدوله حق برهان حق الجيش. هو حر عفاه هو رئيس المؤسسه دي حلال وبلال ونحن كمواطنين ونحن كغيره حقنا ده نحن ما عافينه. الفرق بيناتهم ده الفرق بيناتهم انه ده زول تابع للعدو وده داخليا بلس انه الجندي ده بيحاكم بمارشالات القوات العسكريه او القوات المسلحه بقانونه شافوه كمخطئ مصيب. دي احنا ممكن كسودانيين بعدين نطالب نشوف نراجع التحقيقات دي هل الزول ده فعلا اخطا هل هو مجرم هل هو طابور هل هل هل, هل دي براها. لكن ما في جندي دعام هنا يقول لي ليه قتلت ده وخليت ده ما بتقدروا والله ما بتقدروا يبدأ الليلة ده. وشكرا لك الله يا أبو حميد على الجيست. الناس تعمل شير يا جماعة تكبيس تحقيق الهدف. السديسي الله السديسي عليل كده السديسي السديسي السوداني حلوة دي زول يا جماعة تبقوا شير عليك الله ولا شير السديسي تعال بقى لو هاي لو بتقدر وافتح كاميرا
أولاد دولة 56 أولاد النيل لا ما شاء الله عليك دار انت حكمونا تاني هذا المجان عجوان دولة تسعى الجميع بس دولة عدالة دولة بتاع حرية دولة بتاع دولة ديمقراطية فدرالية كان الفرصة بتاعت ولد الشريف وبعدك طوالي بعده ناجي جر الستار كده بتاع التلفون وعامل ناجي عشان ما يحكي كان جر الستار كده وخطه في الصامت ايوه بس لما بتجي الرسالة بتنزل عادية ايوه خطوه في الصامت يا ولد الشريف خليك يكمل كلامه وبعدك منه انت طوالي يا شباب التحت عليكم الله شيروا ليوسف يجي راجع تمام نكمل مداخلتي عشان الناس ديل ما يستغلوا الفرصة بتاعت القضاء دي غاية اللايف ده كل مرة عنده معي قصد يعني الفرصة بتاعت دي لما أنا أبدأ يقطع طيب أنا دار أديكم نصيحة بالمناسبة طالما أنتوا قاعدين يا 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 سائر والجنيدي والله عيسى والدبوك ده لو عندكم ناس مسؤولين منكم ولا عندكم ناس مسؤولين من الناشطين والله يكلموهم الزول ده بيضركم أكتر مما بينفعكم والله يصدقوني يعني أنا بكين احترام للفاضل منصور لخالفات ما شوية للجنيدي شوية مع إنه الجنيدي مما بدأ يتكلم باللغة العربية الفصحى ديك شنو بدار يطلع من المسار لكن شنو من الناس اللي بتقدر تناقشه لكن الزول ده ما يعني ما هذا غلط فيه ذاته لكن هو غلط فينا واحنا حنجي نرده مهسي بس انا وريتكم الزول ده خصمنا عليكم اكثر مما هو اضافه بيتكلم عن اشباه الرجال ونبزنا انا والرديسي وسالينا ومجرد ما الفرصه ماشي علينا طوالي كبر بالباب الورع اشباه الرجال يا عيسى والدبوك هم اللي بيغيروا مواقفهم اللي في يوم من الايام كانوا بيتهموا الدعم السريع بجرائم ومع الايام ومع الظروف ومع الدولارات بيغيروا يعني بيغيروا تفكيرهم وبيغيروا قضيتهم ال- 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 اللي هو بينادي بالعنصريه ده اشباه الرجال بيقول ان احنا الشماليه دي مصرين ندخل انت عارف انا معلش المقاطع انت عارف البقى عليه الله يبقى عليه الله يبقى لأنه التلفونات دي أنا دمرتها بالشهيد فشايف دي كم تلفون دي ثلاثة والقدامك ده أربعة صح بكرة ماشي داري داري تلفون جديد نير الفكرة شنو يعني ماله والله يفصل. أنا عندي خمس سنوات كنت دمرته من تعرف كيف كان بخط الشهيد مباشر فبقوم بيسخن التلفون بيسخن ما ولا هجوم ذاته التلفون بقى نار جهنم التلفون ده غيرته قبل شويه التلفون الشغال كان لايف يا ولد الناس تكثر من الاسود عشان الضرر الواقع اكثر من الفائده لا لا ما دي ما ضريبه حق جام لايف وطوالي قام قال لي يا اخي كيف يعني دقيقه قال كيف الضب الصيني يقول لك قال انت يعني الاسود ده بس جاي من الدعامه انا ده ام اي 6 والله احنا حاضرينه وله التحيه من هنا صراحه يعني ودي راجل طوالي دخل فوق وطوالي لب 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 ثلاثه صوت ثلاثه والله دب لك دبل لا لا ام اي والله ود محترم ود يعني ما 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 فيه كلام والاتهامات والكلام اللي بيقولوه الناس شايف الميديا ده الناس ما تشتغل بولا بالحقائق فقط يعني دي الحقائق اللي احنا قاعدين نتكلم فيها مع الجنجويد هنا حاليا وانا زي ما ذكرت لكم وبعد لكم النصيحه حد داين الزولدن خصمنا عليكم أكثر مما هو نفع فموضوع أشباه الرجال وما الرجال وموضوع أنتوا بتتكلموا ساي في الميديا ونحن مسيطرين أنا داير أعرف منكم أنتوا الاثنين الموجودين السيطرة دي فهمكم ليها شنو لو اتكلمنا عن مدن وعن بيوت مواطنين وعن أحياء تمام والله الجنجويد مسيطرين بنسبة 100% لو اتكلمنا عن ولايات واذكر لي السودان ده فيه كم ولاية وانت عندك كم ولاية في يدك والجيش عنده كم ولاية في يده نحن بنعرف الفرق في موضوع السيطرة ده ويكون ذاته تعريف لماذا تعني السيطرة عشان نتعلموا منها الجنجويد الخرطومة اللي انت بديت تقاتل فيها قريبة 2500 جندي من الدعم السريع وتاتشارات